ولما بدا لي أنها لا تحبني وأنها ليس عني بمنجلي ولما بدا لي أنها لا تحبني وأنها ليس عني بمنجلي تمنيت أن تهوى تذوق صبابة الهوى فترقني فما كان إلا عن قليل فمشارفا بحب غزال أهي في الطرف حليم فعذب حتى ذاب فؤادا وذوق طعم الهوى والتذلل فعذب حتى ذاب فؤادا وذوق طعم الهوى فعذب حتى ذاب فؤادها وذوق طعم الهوى والتذلل فقلت أنا بهذا فاقترقت حياً وقالت في الغالب المبتدئ